ممتاز، ينضم إلينا مجد الدين شكري مراسل الغد ليضعنا أكثر في التفاصيل. إذا مجد، ما هي المناطق المحررة التي استطاع الجيش اليمني من تحريرها غربي تعز؟ نعم، حسب المعلومات المؤكدة والتي وردتنا حتى الآن، فإن قوات الشرعية والقوات الجيش الوطني بمختلف تكويناتها وصلت إلى مبعد معسكر العمري، وأيضا تمكنت من السيطرة على جميع المواقع وأيضا المرتفعات الاستراتيجية المطلة على هذا المعسكر الاستراتيجي الذي كانت تستخدمه ميليشيات الحوثية وآخر القواعد العسكرية للميليشيات في الجهة الغربية من محافظة تعز. المصادر قالت بأن هناك أكثر من 3 تركيبات من وحدات الجيش الوطني شاركت في هذه العملية، الألوية العمالقة وأيضا ألوية حراس الجمهورية أو ما يسمى بالمقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح، وأيضا المقاومة الجنوبية شاركت أيضا في هذه المعركة. والعملية العسكرية انطلقت خلال الساعات الأولى من فجر اليوم وحققت أهدافها خلال الوقت وجيز جدا. شاركت أيضا في هذه العملية وحدات من التحالف العربي، وأيضا كان هناك غطاء جوي كثيف لإسناد القوات على الأرض، حيث تمكنت أو قامت مقاتلات التحالف بقصف التحركات وأيضا المرابط المدافع وأيضا منصات الصواريخ التابعة للحوثيين في محيط هذا المعسكر، وبالتالي هذا ربما الأمر سهل من العملية العسكرية. هناك أيضا مصادر في الجيش الوطني قالت بأن هناك العشرات من ميليشيات الحوثي لقوا حتفهم، وهناك أيضا جرحى داخل هذا المعسكر، سقطوا داخل هذا المعسكر جراء العملية المباغتة التي شنها الجيش الوطني. أيضا سبق العملية هجوم كثيف أو عنيف لقوات الجيش على مواقع أخرى للحوثيين في المناطق المحددة بين تعز ولحم من الجهة الغربية، خاصة في منطقة كهبوب، وانتهت هذه العمليات بسيطرة قوات الجيش على مسافات واسعة في منطقة كهبوب الواقعة بين تعز ولحم وأيضا المناطق الغربية من محافظة تعز. أشكرك مجد الدين شكري مراسل الغد، كنت معي من مدينة تعز.